حاجة ولا ايه؟ زيتيتا تباترياتوس كيتين ازيا برامونيستوس ايمو بارافندس روماثو تنازيتيس. هو في ايه اللي بيحصل؟ هو ليه ما بيردش عليه؟ لا تنسي لافيس ست سارة فين عايزينها؟ روقوا شباب، سارة مش هون. شو في؟ هنشرح لك كل حاجة بعدين، بس هي فين عايزينها ضروري؟ عم تحضر فعاليات المؤتمر. أيوة، فين المؤتمر ده؟ يلا رايح اطلع أنا بالوراق. يلا يلا بينا، الموضوع مش مستحمل. يلا سارة. اكسكيوز مي سينو، ده منهور اتقبض عليه. البوليس لقى حشيش عنده في القهوة. أيوة يا جماعة، بس أنا متأكد إن الراجل مظلوم، ما بيفوتش فرض. ممكن تهدوا؟ عايزة أفهم إيه اللي حصل. مفيش، وإحنا قاعدين في القهوة لقينا البوليس كبس وفتش القهوة وطلع بحتة حشيش. ولموا كل الباسبورتات بتاعت كل الناس اللي قاعدين في القهوة. سارة، لو تعرفي تعملي حاجة والنبي اعمليها. معاك نمرة المحامي؟ إيه أكيد. ممكن تطلبيه؟ يلا. محامي إيه؟ ما تكلمي أي حد من الجامدين يخلص الليلة. مش فاهمة. يا عم انت فاكر نفسك في مصر. الو، كيفك ماتر؟ نحن بالاكثر، ست ساره بدها تحكي معك. الو، مساء الخير ماتر. الحمد لله كل شيء تمام. بتعرف محمود الدبنهوري صاحب قهوه الشرق؟ ايوه، اللي بنسهر عنده كل سبت. ايه هذا هو. وقع بمشكلة كبيرة مع البوليس، لقطوا عنده تقريباً حشيش وأخدوه هو و حسام ولع. اتنين بيشتغلوا معه بالقهوة. من قد ايه وقت؟ ساعة تقريباً. من حوالي ساعة. طيب أوكي، شكراً كتير، مع السلامة. هيتحرك دلوقتي على مركز البوليس ويتابع معه. بس كده؟ عايزني اعمل ايه اكتر من كده؟ على يعني نروح سفاره مثلا؟ عشان لها سفاره. يعني سوري، بس السفارات عاده ما بتتدخلش في قضايا زي دي. هنفضل سايبين الراجل كده مش عارفين نعمل له حاجه يعني ولا ايه؟ طب اهدوا. بقول لك ايه؟ يلا بينا. على فين؟ تبقى معاهم في الظروف السوداء دي. تبقوا طمنوني. توقفين هنا بتعملوا ايه؟ عمر، ممنوع ندخل جوا، في تخييات. طب دلوقتي ست ساره بعتت محامي، وصل ولا لسه؟ ما نعرفش، هو شكله ايه؟ احنا هنفضل واقفين هنا سالم والناس جوا كده ولا ايه؟ ما عارف. حسام ولع هم. انتوا خرجتوا ازاي؟ بابا فين؟ ما تتكلموا. حاضر حاضر.
عم نحود الله يستره قال في التحيات ان هو اللي مسؤول عن القهوه واي حاجه فيها، واذا كان البوليس لقى حاجه مش قانونيه فمحدش يتسال عنها غيره. وهو ده وقت الشهامه؟ بس برضه بيفكروا صح يا سالم، لو كلهم محبوسين مش عارفوا يتصرفوا. مدام والله العظيم احنا ما قصرنا، معلم حوده هو قال انه هيشيل الحشيش لحاله. خلاص يا حسام مش وقت الكلام ده. المحامي اهو. مستر جروجري. عمر. ايه يا مدام فيرين. لو سمحت، ودي خديجة البيت، ما ينفعش تفضل هنا وهي في الحالة دي. اه طبعا ما ينفعش، إيه طب بقول لكم ايه، ما تروحوا انتوا الاثنين وانا ابقى اطمنكم. مش هسيب حوده لوحده. عمر رد عليا. ودي خديجة البيت لو سمحت. حاضر حاضر يا مدام فالينا، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. بقول لكم إيه؟ خلي بالكم مدام فالينا لحد ما أوصل خديجة وأرجع. حاضر. تمام. أمال فين الرجالة كانت في القهوة يعني؟ مش شايف ولا واحد منهم. أعذرهم يا باشمهندس. أغلب الناس عندنا في القهوة عندهم مشاكل في الإقامة وتصاريح العمل. ده اللي ورقه سليم اتعود من ساعة ما جنه يمشي جنب الحيط، يعني الحكاية مش قلة أصل أكتر منها حرص. سالم. نوصل خديجة ونرجع على طول؟ لا 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 خليك خليك، انا هطلع اوصل خديجه والم هدومي وانزلك على طول. ماشي. معقوله يا عمر؟ يعني انت هتسيبنا وبابا مقبوض عليه مش عارفين ايه اللي هيحصل له؟ ما عشان اللي حصل لبابا ده ما ينفعش اقعد في البيت في غيابه خديجه. عمر نفسي اترمي في حضنك بس خايفه تفهمني غلط. يا عبيطه انت اصغر من اختي توما. تعالي. انا خايفه على بابا قوي. ما تقلقيش كلنا جنبه، هتبقى ازمه وتعدي. انا بس عايز الجامده وثق فينا. ها هبقى اكلمك في التليفون واطمن على بابا واطمن عليكي. خدي بالك من نفسك. دودوني اوتيل فوق. اوتيل اوتيل ايه؟ مش هنطلع الاسم الاول ولا ايه؟ يا عم اسم ايه؟ هنروح الاسم بالشنطه دي؟ لا طبعا، نروح الاوتيل عندي الاول نحط الشنطه وبعد كده نروح الاسم. بقول لك ايه، لو هاجي معاك الاوتيل هاخد اوضه لوحدي. الله، انا مش فاهم ايه لازمتها المصاريف؟ طب ما نقعد في اوضه واحده ونقسم الاجره. انا قلت لك اللي فيها، يا كده يا اما هرجع الاوتيل المعفن اللي كنت قاعد فيه. ماشي براحتك، اقعد لوحدك يا سيدي. دودوني جو. قبل ما تفتح بقك وتضيع وقتنا معاك، المره دي انا جاي اخد اوضه لوحدي. ها واظن بيانات جواز السفر عندك. لا يمنع المفتاح، امسك اتفضل. ادي عربون الاوضه اهو. لا 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 كمل جميلك بقى وهات لي الاوضه اللي جنبي. يلا شكرا. تحت كده يا عم، اديك خدت اوضه لوحدك. ايوه كده يا عم، كل واحد يبقى براحته في اوضته يا سالم. ماشي. هحط حاجتي بقى واجي اخدك عشان نروح لهم. لا تيجي تاخدني ولا اجي اخدك. تصبح على خير. يعني ايه تصبح على خير؟ والناس اللي عند المركز دول مش هنرجع لهم؟ انا خلصان ومش قادر. يلا البركه فيك. سلام. Thank you.
حضرتك مروح؟ مالك في ايه؟ ده منهوري قبضوا عليه. هما مين دول اللي قبضوا عليه؟ البوليس مسك عنده حشيش في القهوة. وايه علاقة الدمنهوري بالموضوع ده؟ ما يمكن يكون حد من الزباين ولا اللي شغالين هناك. عمر كان موجود؟ ايوه يا فندم. البوليس عمل معاه حاجة؟ راجعوا باسبورات كل الناس اللي موجودين هناك والبطايق بتاعتهم، وخدوا الدمنهوري واتنين معامل قهوة. غريبة. يعني عمر مش هو المقصود. وطبعا مش هنقدر نوصل لشرايط الكاميرا اللي متركبة في القهوة علشان نعرف ايه اللي حصل. لو تحب حضرتك ان حد من رجالتنا يدخل القهوة بما ان البوليس لا 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 مفيش داعي للمغامرة. لو كان البوليس مراقب القهوة والحكاية دي وراها داني ومش بالصدفة، هيبقى في خطورة على الراجل بتاعنا ممكن يتكشف. وساعتها زرع عمر ممكن يتكشف والدمنهوري كمان. لا لا انسى انسى. اطلب لي مصطفى. مساء الفل يا حاج. انت فين؟ انا بشرب قهوه ومروح. طب ما ينفعش ترجع تكلمني من تليفون ارضي علشان الولاد عايزين يكلموك؟ طب خليها بكره الساعه 11. طيب ماشي. سلم لي اللي عندك. يوصل يا حاج. مع السلامه. الو. ايوه يا فندم. ايه اللي حصل عندك؟ لسه يا فندم معرفناش الحكايه بالظبط، بس هم افرجوا عن الولدين اللي شغالين هناك. طيب انا عايزك تعرف لي مين اللي كانوا موجودين من العرب في اليوم ده، وهل في زباين جداد كانوا موجودين ولا لا؟ حاضر يا فندم. مش عايز عمر تاخده الشهامه ويفكر يروح يزوره. حاضر يا فندم، هنوصل له رساله. عمر طبعا ساب البيت ورجع الاوتيل تاني مع سالم، بس المره دي قاعد في اوضه لوحده. سالم؟ ايوه يا فندم. طب سالم كان في القهوة وقت ما البوليس جه؟ أيوة يا فندم. طيب يا مصطفى، في أوامر بخصوص الدمنهوري يا فندم؟ استنى مني بكرة مكالمة زي دلوقتي تكون عرفت اللي أنا طلبته منك. حاضر يا فندم. طيب يلا روح بقى. لا أروح إيه؟ أنا يا دوبك أنزل القتينة عشان أعرف أتحرك من الصبح بدري. طب شد حيلك، ربنا معاك. شد على الله يا فندم. مع السلامة يا مصطفى. مع السلامة. بدأت تختمر يا فندم؟ تختمر ايه؟ لسه ومروح. سيادتك انت مش لسه قايل بتختمر؟ سيادتك الساعه 2. كمان قاعد بتلعب مكاني؟ انت لسه صاحيه؟ وانا بقى من امتى بعرف انا مقابله من تاتيكي؟
نفسي ابطلك العاده دي. يا سيدي ما تدقش، انا في حاجات كتير نفسي ابطلها لك، بس خلاص يا اسد ما جاتش على دي. هو انا بموت فيكي من شويه؟ اعمل لك حاجه تاكلها؟ لا اكل ايه بقى، انا لو اكلت مش عارف انام. طب ممكن افهم بقى ايه اللي خلاك تاكل العسكري بتاعك؟ اصل في حد لعب لعبه لو كان قصدها تبقى ملعوبه. تقوم تاكل العسكري بتاعك بنفسك؟ لازم، علشان اصحصح له في اللعبه الجايه. خلصتوه؟ ايه يا عم كل ده عشان يبلغوك؟ حدا بيطلب موعد بهذا الوقت؟ انا طلبته على فكره من بدري، بس هما بقى ظهر على ما وصلوا لك. شو بدك؟ صراحه ضميري مقلبني عشان اللي عملته في الدمنهور. يا حنون لا، وشوف انا طلعت النادل معاه، والراجل طلع جدع مع كل الناس اللي شغالين معاه في القهوه، راح قال في الاسم ان هو المسؤول عن كل حاجه في القهوه وشال الليله. شوف الجدعنه. لا جدعنته مفاجاه ولا ندالتك مفاجأة. طب أقول لك أنا بقى المفاجأة؟ قول. هتديني فلوس. هيدي من ضمن الندالة يعني؟ أنا دلوقتي راجل زعلان ومتضايق، وأنت عارف كويس جدا الحاجة الوحيدة اللي بتخليني كويس هي الفلوس. هلا أنت جبتني لهون بهالوقت كرمال هيدا الموضوع؟ لا، عشان كرمال الموضوع ده وعشان حاجة تانية. شو هو؟ عمر رجع الأوتيل. نفس الأوضة؟ أصر إنه ينزل في غرفة تانية. شو رقمها؟ 106. سالم بكره الصبح بتعزمه لعمر على الفطار بمطعم ديوشكوري، بدي أشوفه. طب والعزومة دي يعني مش هتبقى محتاجة فلوس؟ قرفتني من كلمة فلوس قد ما تجن عليا. يا عم اقرف زي ما أنت عايز. أنا بقى بعشق الفلوس. بعشقها عشق الراجل للمرة البطالة. انت مالكش في الحرام ولا ايه؟ $925. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليك يا خال، انت مصحصح اهو. دي امانه يا ابني، وادوا الامانه الى اهلها وانا من اهلها. انت هتسيب الفلوس دي هنا ولا هتاخدها البيت؟ خدها معايا البيت، اعمل بيها ايه بس يا خال؟ طب ما توديهم البنك. لا أنا مش هوديهم البنك لما يكملوا 10 أساتك، وكل 10 أساتك هوديهم البنك بنفسي. مش حلوة برضه يا خالي إن الواحد كل يوم يروح البنك كده، بنلفت النظر لنفسنا والعين وحشة. مش ناقصة إيه يا خال؟ بتلقت الحجر. أنت عارف إن أنا حسبتها، لقيت إن إحنا ممكن نجيب تكاليف كل اللي صرفناه ظرف سنة. يا سلام، ده على أساس إيه بقى؟ احنا كلفنا المطرح ده 124,000 جنيه. قلت منك ده يا خالي؟ لا ما قلتش ولا حاجه، ما انا نسيت اقول لك، انا دخلت مقدم الايجار مع المصروف اليومي، يعني لو مشينا على الطريقه دي كل يوم. الله الله، انت بتنبر عليا ولا ايه يا خال؟ ده انا بقول لك فلقت الحجر. معقوله؟ معقوله يا حبيب خالو؟ انا انبر عليك؟ حد ينبر على نفسه؟ خال حبيب خالو، انت بتحرجم على ايه بالظبط؟ ايه ولا حاجه. بذمتك يعني ما نفسكش تقول حاجة كده ولا كده؟ أنا لو عايز أقول حاجة كده ولا كده هتكسف من ضمن أختي حبيبتي. ماشي ماشي يا خال. أستاذ إبراهيم. آه. كان في شوية نواقص في المطبخ، محتاجين عهدة جديدة. هصرف لكم عهدة جديدة. ما هو الباشا شكله منوح. وأنت مالك ومال الباشا؟ مش الترابيزات شغالة؟ هبقى أديكوا عهدة من الإيراد اللي جاي. يلا روح. كان عاوز إيه الواد ده؟ ما تشغلش بالك انت يا حبيب خالو. طب وجلال الله في حاجه؟ داني عكروت مفيش حاجه، انا بس افتكرت ايام زمان لما كنت باخدك ادلعك وهشتكك واقعدك على حجري وكنت تعملها على رجل خالو. كبرت بسرعه يا كيمو. كيمو؟ اه. قولي بقى يا كيمو، هنعمل ايه في اللي بينا؟ اللي بينا اللي هو ايه يعني؟ يا خالف
تجرى لك ايه على كبر؟ يعني ايه مش فاهم؟ انا بقى خايف اكون فاهم. فاهم ايه يا حبيب خاله؟ لو سمحت من غير لمس قول اللي انت عايزه كده من بعيد لبعيد. طيب فكرت هتدي نسبة كام لخاله من الصلاة؟ أدي إيه؟ لخاله؟ أدي له إيه بقى؟ نسبة. نسبة؟ أيوة. اظهر بقى على وشك الأصلي. أصل وش الخال الحنين اللي بيدلع وهشتك ده ما كانش لايق معاك. محسسني إنك مربيني وأنا قعدت 5 سنين قبل ما أسافر ما أشوفكش، يعني لو زودنا عليهم السفرية يبقوا 12 سنة. فجأة كده بقيت كيمو حبيب خاله. اسمع يا أستاذ إبراهيم. وأستاذ دي عشان أنا عامل اعتبار للسن. اما خالي دي فكنت بقولها لك مجازا عشان خاطر امي. نسبة. اسمع يا استاذ ابراهيم، انت جيت اتحايلت عليا عشان زهقان ومش لاقي حد يشغلك، فمش معنى ان انا شغلتك ان انت تاخد مرتب اصلا. مش جاي تكلمني في نسبة؟ نسبة ايه يا ابو نسبة؟ مالك؟ ساكت ليه؟ باصص لي كده ليه؟ ما تتكلم. أقول إيه؟ أنت خلصت الكلام كله. غلطان أنا في اللي قلته؟ لا يا ابني مش غلطان، أنا اللي غلطان. خد بس رايح فين يا خالي؟ روح أشم شوية هوا. لا بالله عليك ما تخرج دلوقتي. كامل، سيبنا الله لا يسيئك. بص يا خالي، أنا سيرة الفلوس بتنرفزني. بالله عليك يا أخي ما تجيب سيرة الفلوس تاني. وحياة رؤية أختك اللي هي أمي. سامحني بقى. يا خال، حد يزعل من كيمو حبيب خاله؟ صافي يا لبن بقى، وحقك على ايه؟ انا بحبك والله يا خال. اوعى من وشي. الله. ابراهيم غزال الشال، مدير المكان وخال نادي كامل للبلياردو. هلا والله. هلا بيتشي. ايه ده؟ كليننج يور روم سير. بس انا ما طلبتش. Are you sure? Sorry sir, maybe another room. وانا بقول مين اللي خبط عليك بدري غيري؟ صباح الفل. واحد بيه ما يتخرش عنك، دي طايره النوم من عيني. Check please. اللي مصحيين بدري كده امبارح بعد ما سبتك اغمى عليا من التعب، نمت على طول، صحيت لقيت نفسي الفجر. انت بتعمل ايه؟ اكمل نوم مش شايف. لا لا مفيش الكلام ده، قوم قوم. انا عازم على الفطار. ده من ايه ده بقى؟ جات لك رؤيه في المنام ولا ايه؟ لا ما هيبقى كابوس لو انا اللي هدفع، مش رؤيه. مش قلت لك؟ طب بجد انت صعبان عليا من ساعه اللي حصل للدمنهوري ده، وانت كمان بقيت مقطوع من الشجره زيي. اللي بالحق يا سالم، واحنا مش هنروح نزور راجل نطمن عليه ولا ايه؟ هو انت فاكره محبوس في اسم الخليفه هنروح نلاقي صلب قرشين عشان نزوره؟ لا طبعا مفيش الكلام ده هنا. طب على الاقل نكلم اهل بيته نطمن عليه. الو يا خديجه، صباح الخير، اطمنيني ايه الاخبار؟ لسه مفيش اخبار، بابا لسه في مركز البوليس ومش عارفين ايه اللي هيحصل. ما يلا يا عم انا واقع من جوه. طب يا عم تعالى نقعد في اي حته، تعالى نقعد هنا. تعال يلا ادخل. ناكل؟ يا ريت. بليز منيو بليز. يا واد انت يا يوناني، واضح ان هم مستعجلين قوي على رزقهم. بصراحه يا فندم انا لو مكانهم هعمل اكتر من كده. حقيقي مش كل يوم الواحد ممكن يقع تحت ايده حد بمواصفات عمر. خلاص يبقى ده يسلمنا للخطوه الثانيه. جاهزين بيها يا فندم. هو سيادتك احنا هنسيب الدمنهوري كده يا فندم؟ هي مش السفاره خدت خبر بالموضوع؟ اي يا فندم. يبقى خلاص مش هينفع نتصل بيهم حتى لو من بعيد.
لانها هتتفهم انها تبقى حاجه غير منطقيه. شكلها بدات تختمر يا فندم. سيادته بدا يرسم دوايا امبارح من ساعه عرف اللي حصل للدمنهوري. اها وصلت ليه سيادتك يا فندم؟ مين له المصلحه ومين المستفيد ان يبعد الدمنهوري عن عمر؟ قول لي صحيح هتعمل ايه النهارده؟ مفيش يا اخي، عايز اشوف حد من بتوع القهوه بس نطمن على الدمنهوري او نشوف هنعرف نعمل له ايه. حقك، انا بقى اقوم امشي رجلي شويه اشوف لي اي مصلحه اطلع منها قرشين. طيب يا سيدي، بدل ما تعزمني على الفطار شوفني معاك في المصلحه دي، على الاقل تعزمني اعزمك تديني قرش اديك 10 كده يعني. معلش بقى دي اصلها مصلحه خصوصي، بس اوعدك لو لقيت لك لقمه فيها هجيب لك. قشطه؟ ماشي يا سيدي. بليز ماني يس الشيك. هاوس كيبينج. έρχεται τώρα. ها شفته؟ خلينا بالمهم، عن شو حكيته؟ اتكلمنا في العادي، بس قلت له ان عندي مصلحه راح اقضيها فشبط فيها وقال لي اجي معاك ما دام فيها فلوس. قلت له شو هي المصلحه؟ مش اكتر من كلمه مصلحه، اكيد فاهم انها سبوبه من اللي بيعملها العرب هنا في اتينا. قول لي ايه رايك فيه؟ مش هلا، بعدين. بعدين امتى يعني؟ اللي شو وضعه من بعد الدمنهوري؟ حاسس انه عريان ومالوش ظهر خالص في البلد. خليه يتخبط شوي بدونه، معلش. والنعم انت جامد. كمان لازم نتاكد منه بالاول، ونعرف انه نضيف 100%، مش مدفوش عليك. شلبي بيه يا استاذ ابراهيم. اهلا 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 وسهلا. زي الصحه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ كله تمام زي الفل. اي خدمات؟ عايز اتعلم بلياردو، بيني وبينك اصحابي كلهم بيلعبوها، كل مره اسهر معاهم ازهق من القعده لوحدي، قلت يا دي اتعلم وروح لهم بقى. بس كده؟ انت جيت للراجل المناسب في المكان المناسب. ربنا يخليك. اتفضل. تحب فنجان قهوه كده يظبطك عشان تعرف تلعب؟ هو لازم؟ عشان يبقى في حركه كده. مفيش مشاكل. ولا ايه رايك تاكل لقمه الاول تسند قلبك وانت بتلعب؟ والله يكون احسن، انا لسه ما فطرتش من الصبح اصلي. انا عندي شيف بيعمل سندوتشات ما حصلتش. عادل تعال. هيوصل ايه؟ اكتب الاوردر ده عندك. 2 سندوتش جبنه اسكندراني، 2 سجق اسكندراني، 1 بيض اسكندراني برضو اسكندراني، وشويه بقى ايه مخللات وبطاطس وحاجات ساقعه واللازم منه. والوقت تحب افتح لك الوقت يبقى اوبن اريا ولا محدد؟ لا براحتك، اوبن اريا، انا جاي اتعلم اصلا. بس كده روح انت عادي. حاضر. يلا بص بقى، دي الاستيكه، امسك الاستيكه بتاعتك. دي كلها استيكه؟ اللي هي بالانجلش عصايا يعني. بسم الله ما شاء الله. بص اما اوقع كوره تعمل كده. حاضر. تعمل ازاي؟ كده. ايوه. حاضر. بسم الله ما شاء الله، يعني واضح ان انت شايل المكان كله على كتافك يا استاذ ابراهيم. بيني وبينك يا شلبي بيه،
الواد كمان ابن اختي حبيب خاله وعضمه طاري قوي، مع انه قاعد في العراق 7 سنين. بس هتقول ايه بقى؟ خبره مهمه. شفت ما عملتش ليه كده؟ لا كده ما يكون كورتين، كده كره واحده. طب ليه؟ انا مش عارف. بسم الله ما شاء الله. والاستاذ كامل عمل الصلاه دي بقى من الغربه ولا مشارك فيها حد من اخواته؟ لا 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 لا، حد من اخواته ايه؟ كامل حبيب خاله، ملوش غير اخ واخت بس. انا اللي مربيهم بعد ابوهم الله يرحمه ما مات، وهم ناس غلابه على قد حالهم. قلت بقى اراعيهم واخد بالي من املاكهم. ربنا يكتر من امثالك يا استاذ ابراهيم، اللي زيك دلوقتي عمله نادره. والله احنا بنعمل كده ومش محتاجين شكر من حد. ربنا يجازيك خير يا استاذ ابراهيم. انما اخو الاستاذ كامل انا لا شفته في افتتاح ولا ظاهر في الصاله هنا. يعني اخو الاستاذ كامل هتشوفه ازاي وهو بره مصر؟ العراق برضه؟ لا لا لا، عراق ايه؟ سافر اوروبا. في واحد صاحب ابوه اسمه محمود الدمنهوري، ابو عمر يعني، كان له افضل عليه، بس احنا مش عايزين نسيح. ربك حليم ستار بقى. وعمر اصله عنده عيل صغير يعني مسكين عايز يربيه، مع انه كان شغال فني كاميرات مراقبه في شركه بتاعت واحد لواء سابق زي العسل. بس هتقول ايه؟ اكل العيش. على رايك والله. ايه؟ هتلعب تاني ولا تعبت؟ لا كده جبرت، معلش عشان بس افتكرت مشوار، هخطفه نصايه وارجع لك تاني. طب والشنجوكشات السنجراني؟ مفيش مشكله، انت شوف حسابهم ايه ولفهم وانا هتسلى فيهم في الطريق. لف الطلبات يا عادل. سهله؟ انا ما اتعلمتش حاجه. الله، طب ودي؟ اهو. انت بس روح لاصحابك اعمل لهم دي، هيقولوا لك انت دي. هي دي ايه يا استاذ ابراهيم؟ احنا ما استخدمناهاش خالص. دي لقيتها فين دي؟ كانت هنا. الفها لك مع الطلبات؟ ارميها. يبقوا نظفوا المكان يا جماعه. شلبي بيه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. يا ترى مدام نهى فاضيه ولا عندها جلسه؟ ثواني اشوفها لك. الو مدام نهى؟ شلبي بيه هنا. اوكي ثواني بس. اهلا شلبي بيه، وشك ولا القمر؟ لا وشك انت طبعا. عامل لنا زياره ولا ايه؟ ما حبيتش ادخل بيدي فاضيه، قلت اجيب حاجه للاوفيس بوي. ربنا يقدرك على فعل الخير. ربنا يخليكي. أنا جسمي شادد ومكسر ومحتاج جلسة مساج أفكه. بس كده؟ رباب خدي شلبي بيه أوضة 4، جهزيه على ما أروح له. بألف أنا وشفا. تحت أمرك يا مدام نهى. اتفضل. نورتنا. عمر كان شغال فني كاميرات في شركة لواء سابق، واخوه عنده صالة بلياردو وليه اخت، بس ظروف العيلة بقى مش قد كده. وليه مش قد كده؟ اخوه كامل اتغرب 7 سنين في العراق، وعمر اهو شكله هيحصله عشان يظبط اموره، خاصة ان عمر عنده ولد وعايز يأمن مستقبله. مساء الفل. اهلين استاذ عمر. انا هعطلك او حاجة؟ لا ابدا، اتفضل. ممكن أقابل سارة؟ هي سارة مش هون، هي مع الوفد تبع المؤتمر. طب ممكن أطلب منك طلب في الخباثة كده؟ لا مالك، اتخضيتي ليه؟ ما تفهمنيش غلط. قول. عايزك تكلميها في موضوع دمنهوري تاني، معلش. زني عليها على قد ما تقدري. الراجل كبير ومش حمل بهدلة. وسارة يعني معرفها كتير، يعني بالبلدي كده قديها طايلة. لو تقدر تساعده هتساعده. عم حودة زي ما أنت عارفة. المركب اللي في ظهره كلها حريم. 2 ستات من غير راجل في الزمان ده ياخد باله منهم ويحميهم صعب. تقدر تروح عند مرته وبنته وتطمنه وتدير بالك عليهم، وخليني انا اهتم بالامور مع ساره. وانت فكرك انا لسه قاعد عندهم؟ لكن؟ لا طبعا. معقوله هقعد مع 2 ستات وراجل بيت مش موجود؟ حتى لو في صله قرابه ما ينفعش برضه افضل قاعد معاهم، شكلها وحش. انا بطمن عليهم وبمشي.
لكن وين قاعد؟ والله قاعد في فندق سالم. وعلى أساس أني عارفة وين فندق سالم؟ والله عندك حق. تفضل يا ستي. غريب، مش سامعة فين؟ ما جايب سالم. هو أنت وسالم أصحاب؟ ولا أصحاب ولا نيلة، أنا لسه أعرفه من يومين. بس أنت شكلك كده مش مستوعبة. لا أنا شو بدي فيه؟ بس بيني وبينك ما كتير تحت اللون. أنت هنا أكيد بيعدي عليك أشكال والوان طبعاً. هو من كتر ما بيولد علي عرب صرت لا بحب شوف عرب ولا أظهر مع عرب، لا أروح على أماكن فيها عرب، كل شي بيني وبينه انشغل وبس. وكله شغل شغل، في شوية شغل، شوية همبكة. ما فيش وقت للهمبكة. أنجأ لحق خلص شغلي وروح شوف إخواتي الصغار. أنت كبيرة؟ إيه؟ عندي 3 أخوي صغار، أكبرهم عمره 13 سنة. وإيه؟ و مالك؟ بعتذر منك، ما بعرف ليش عم خبرك عن حالي. ودي حاجة وحشة؟ لا هي حاجة مش وحشة، بس حاجة غريبة. هو الغريب مش فيها، بس انت فيك شي غريب بيخلي الواحد يفتح قلبه. انا عادة مش هيك. انا هيك. عمر؟ سارة ازيك؟ عامل ايه؟ معلش انا اسف يعني اني جيت لك من غير ميعاد. لا ما فيش اي مشكلة اقمر. لا انا جاي بس يعني اشوف عملت ايه في موضوع الدمنهوري. من غير ما توصيني، ما انت عارف ان محمود هو صديق، بس واضح ان الموضوع صعب وهياخد وقت، وكل اللي قدرت عليه مع المحامي اني اخد تصريح بفتح القهوه، وكده كل اللي بحب حوده هيرجع يروح القهوه، وانت عارف ده مصدر رزقه الوحيد. عين العقل، ربنا يكرمك. عمر انت محتاج حاجه؟ لا ابدا، والله جاي عشان موضوع ده منهور. بجد لو محتاج اي حاجه اقدر اساعدك فيها قول لي. ساره انا زي الفل، مفيش حاجه. انت قلت لي انك بتفهم في كاميرات المراقبه. ده اكل عيش. طب خلاص انا عايزه اركب كاميرات هنا. بقول لك ايه، لو بتعملي الموضوع ده عشان تساعديني فانا زي الفل. انا كده ولا كده عايزه اركب سيستم في المركز، انت اولى، الا اذا كنت مش شاطر وخايف افضحك في القهوه. ده انا افرجك على اليونان بيت بيت من مكتبك. مريم، عمر هيركب لنا كاميرات في المركز، فخليه يبص على المكان شوي وانا جوا. اوكي. جالنا شغل فجاه اهو. ان شاء الله الله بيضل عم يرزقك. تسلمي لي. هتوترينا ليه؟ كيف يعني؟ لا اصلك عماله تبص عليا وانا بعين المكان يعني، وانا بصراحه مش متعود على امارات كده يبص عليا وانا بشتغل. ما تاخذني، ما بقى رح اطلع. قفشتك. بقول لك ايه؟ ممكن اخش لها ثانية واحدة بس؟ اتفضل. كده أنا خلصت معاينة بره، مش ناقص غير مكتبك. أنا مش عايزة معاينة هنا، أنا هركب كاميرات قدام المدخل وعند السكرتير، هنا هيكون في مونيتور. زي ما تحب. مريم، أعطيه 100,000 درهم يشتري فيهم كاميرات. أيوة بس مش كتير دول. أنا عايزة أحسن كاميرا. أحسن كاميرات لأحسن سارة. تفضل. بقولك إيه؟ أنا معرفش هنا أشتري منين كاميرات مراقبة. ولا يهمك. يا سلام بقى لو تكتبي لي بخطك الحلو ده العنوان عشان مش هعرف أنقله باليوناني. يا لطيف شو وترتني.
لا ما في اشتغل هيك اذا في حدا عم يطلع فيي. اوه يا واد يا صايع. لا عن جد رح اقول لك شو، انت مش رح تعرف تروح لحالك، رح تضيع. اذا بدك بمرق عليك بكره على الاوتيل وباخذك على طريقي. انت بتتكلمي جد؟ اه بتكلم جد. طب ممكن الجمله اللي فاتت دي عشان ما فهمتش حرف واحد منها. هو ممكن اعدي عليك الاوتيل واخذك في سكتي على محل الكاميرات. ايوه هيك الحكي، بكمل اول بقى لازمتها ايه اللغه الثانيه دي. مبروك يا مازن فريده. مبروك بجد؟ عمليه التخصيب نجحت الحمد لله، وغريب قوي اعراض الحمل هدانا على مدام فريده. احمدك واشكر فضلك يا رب. الحمد لله مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. حبيبي الحمد لله يا رب، احمدك يا رب. خد بس. الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. في مشوار طول عمري بحلم اعمله معك. فين؟ مساء الخير. المولود ان شاء الله ايه، ولد ولا بنت؟ لسه مش عارفين. ايه رايك في ده؟ حلو خلاص هناخد ده بكل اكسسواراته. كان لازم نفتحها والناس تعرف انها اشتغلت. البيت محتاج مصاريف والقضيه هتحتاج مصاريف اكتر، وانا لو عليا ممكن ادورها لحد ما حوده يخرج بالسلام. والله عين العيال الاخره، واصلا ما راح تلوم احسن من هذا الرجل. ولو احتاجت حاجه ادينا موجودين، وحسام وويلة عارفين كل النظام. ها قلتوا ايه؟ اللي تشوفه. ايه رايك يا خديجه؟ يا ريت، احنا كده هنبقى مبسوطين اكتر. يا الف بركه. طب والله انا ما صدقت نفسي لما لقيت القهوه مفتوحه. يلا اول ما يطلع ان شاء الله بالسلامه. امين يا رب. مدام فيرينا لو احتجت اي حاجه انا موجود ان شاء الله، حتى ادورها لحد ما يخرج. الله اكبر. عمر اطول من عمرك على فكره. لسه عمر عارض نفس العرض تبعك. هلا يا سالم. سليم عاوزك في سبوبه بره. انا برضو اللي بستهبل. ده انت طلعت بجح بجاحة يا جدع. انت بجح تقتل القتيل وتمشي في جنازته. قتيل ياض وجنازة ايه؟ ما تفسر كلامك. انا شفتك وانت بترمي حتة الحشيش تحت مكتب الدمنهوري.